أنت منذ بيرزيت غيرك، مقولة عهدنا سماعها من طلبة وأساتذة جامعة بيرزيت. تحت هذا الشعار تستقبل كلياتها اليوم طلبة الثانوية العامة لإرشادهم وتوجيههم حول كيفية اختيار التخصص المناسب لشغفهم ولإشباع فضولهم عبر الإجابة على استفساراتهم، لنصحبكم في جولة إلى أروقة الجامعة. صراحة كتير مهم، عشان إنه إحنا زي الطلاب اللي مثلاً مش عارفين شو بدنا ندرس، نتعرف على التخصصات بشكل أوسع، شو المواد اللي بتكون متضمنة فيها، ونعرف حالنا أكتر عشان نتعرف على المواد، يعني تساعدنا نحدد شو نختار بالضبط. كثير مهم إن الواحد يجي عشان بيبقى في حالة قلق وحيرة، لأن ما شاء الله ملان تخصصات، فالواحد بيبقى قلقان وحيرة شو بدأ يدخل تخصص البداية، عشان يقدر يثبت ميوله. بعدين المثل بيقول لك اسأل المجرب ولا تسأل الحكيم، فأنا مثلاً الناس مجربين ما تخين التخصص فالشي حلو، يعني نقدر نعرف يعني على كل شوي احنا وين داخلين. طبعاً لأن جامعة بيرزيت جامعة عريقة معروفة عنها، كل الطلاب بيدخلوا عندها يعني، وسمعتها ما شاء الله يعني منيحة كثير، وكل البلد اللي عندنا يعني داخلين على جامعة بيرزيت ومعروفة، وكل اللي بيتخرجوا بتخصصات ومعدلات عالية بلاقوا فرص عمل أزود. يعني بيرزيت جامعة قوية وعريقة. اليوم الإرشادي بوجه الطلبة وبشرح لهم أكثر عن التخصصات الموجودة في الكلية وبشكل عام بكل الكليات جامعة بيرزيت، بوجههم بشكل متخصص ليعرفوا هم إيش اتجاههم وشو الإشي اللي هم بدهم يوصلوا له، بشرح لهم عن مضمون التخصصات ومحتواها. طلبة جامعة بيرزيت من مختلف تخصصاتهم عرضوا خبراتهم وتجاربهم أمام طلبة الثانوية العامة المهتمين بمعرفة تفاصيل أكثر عن كل تخصص، كما وفروا أجهزة خاصة بكل تخصص لمحاكاة المهنة المستقبلية. جاي أدرس إنه بدي أتعرف على تخصص المحاسبة، بدي أحزم قراري بأنه بدي إياه على الأكيد، بدي أعرف قديش المعدل اللازم عشان أدخله وإيش بقدر أشتغل فيه بالمستقبل، وأنه أخذ أجوبة على أسئلتي لأنها معترفة فيها دولياً، بتجهزنا سوق العمل وأنه تخصصاتها كثيرة بقدر أدخل أنه اللي بدي إياه. أهم حاجة للطالب الجامعي أن تكون الطريق واضحة في اختيار تخصصه، ففي ثلاث نقاط هي المحرك الأساسي في اختيار التخصص. العامل الأول اللي هو المعدل العام اللي بيحصل عليه الطالب من التوجيهي، العامل الثاني الرغبة، والعامل الثالث القدرة. كل سنة الجامعة فيها عندها استقبال للطلاب الجدد، وإحنا كجامعة بيرزيت بنهتم بهذا الجانب، لأنه مش هدفنا إنه نجذب طلاب للجامعة، هدفنا أكثر نعرف الطلاب شو في برامج وكليات موجودين داخل جامعة بيرزيت وكيف ممكن الطالب يختار الإشي اللي بيناسبه. يعني ما باجي بقول له كلية التربية وبعرفه بشكل عام، لا، بحط له صور فيديوهات، حتى بخلي الطلاب نفسهم اللي بالتخصصات يحكوا مع الطلاب الجدد عن البرامج، عشان تعرف من طالب لطالب بيكون أوضح له كيف ممكن أنا أوصل له الفكرة عن البرنامج هذا. تسعى جامعة بيرزيت عبر استقبال الطلبة الجدد إلى تعريفهم على البرامج والنشاطات التي تقدمها من خلال مرافقها ووحداتها المساندة والفرص المتاحة لإثراء تجربتهم الجامعية وحياتهم الطلابية في الحرم الجامعي وخارجه من خلال شراكاتها مع المؤسسات المجتمعية، لإعدادهم للاستفادة من روح جامعة بيرزيت التي تميزت بطلبتها وخريجيها والعاملين فيها.